Reflecting the Egyptian spirit is the most important thing in my work. Our heritage is significant to the world, so we must be the first to showcase its beauty. These words are said by Sami Amin. He is a self-taught and one of the most prestigious authentic brands in town. His art appreciation was a catalyst for a strong design career to last, and his passion for crafting and drawing is so evident in each piece he decides to create. رسميا يعني 1995، لكن قبل كده كان في محاولات يعني وحاجات بسيطة في خلال الكلية. أنا متخرج سنة 88، فطبعا في الوقت ده كان برضو في محاولات للشغل كتير لحد ما يعني استبلشت رسميا سنة 1995. سامي أمين collections are a blend of elegant, ethnic and trendy. Being inspired by the Egyptian cultures makes his products noticeable, mesmerizes the eyes of whoever sees it, and captures the heart of those who own them. أنا ابتديت شغلي بالنحاس، ابتديت أعمل حاجات بسيطة يعني حلقان حريمي، اكسسوارز بسيطة بتاع. وبعد كده لما ابتديت اعمل فاوريدي كان عندي فكره بالنو هاو بتاع المعدن النحاس نفسه. فلما ابتديت اشتغل دخلت خامه الجلد، فخامه الجلد محتاجه اكسسوار، فانا اوريدي كان عندي الفكره بتاعت النحاس. وفي نفس الوقت يعني حاولت ان اتميز في شغل الجلد، لان في ساعتها الديزاين معظم الناس الديزاينرز اللي موجودين كانوا يا اما في الجولوري ده الأساسي بتاعهم، يا إما بقى في الفاشون وكده، لكن ما كانش في حد متخصص قوي كديزاينر في شغل الجلد، خامة النحاس أو خامة الجلد. كل خامة طبيعية، خصوصا لو خامة طبيعية يعني هي في حد ذاتها بتبقى جميلة. His work utilizes various cultural elements which later translate into trendsetter designs. His exceptional designs, unique choice of colors and high quality material, and his affinity for design are the reason behind the brand's outstanding appeal. في ساعات بتبقى مسطحات كبيره، في نوعيات حيوانات مواشي مش موجوده في مصر زي الفريزيان الكبير. الفريزيان ده في ساعات حزمه مثلا بتبقى طويله، بتبقى محتاجه حيوان زي الفريزيان، هو ده اللي بيبقى بيأثر يعني ده اللي بقدر اخد منه مسطح كبير من الجلد. مثلا التجليد اللي هو التنجيد بتاع الكنب والحاجات دي، ده برضو محتاج مسطحات كبيرة من الجلد. فاحنا مش بنستورد غير حاجات قليلة بالنسبة للجلود من بره، بس يعني 90% من الانتاج الجلد المصري تقريبا من الجلد اللي منتج في مصر هنا. His love for nature object is evident even in how the products are displayed in his galleries. The designs, the logo, and the galleries all include an appreciation of raw materials, reflecting a unique spirit that only Sami Amin brands own. This is Marina Salema, AUC TV.